أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم تحية المحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح. قبل ما أعرض موضوع هذه الحلقة، في البداية بحب أتقدم لكل الأهالي اللي فقدوا أحبائهم في هذه الفترة الأخيرة في فلسطين والأحداث اللي عم بتدور في فلسطين بين إسرائيل وبين الفلسطينيين أو بين حماس في غزة وبين اليهود في إسرائيل. وطبعا الكل اشترك وعرب إسرائيل على الطرفين. احنا منصلي انه ربنا يوقف الظلم والعدوان، والرب يوقف شلال الدماء، لانه الدماء بتقود الى اكثر سفك دماء. فاحنا منعزي كل الاهالي الاحباء، مسلمين مسيحيين ويهود. ربنا يحمي هذا البلد، البلد اللي دخلها انبياء كثيرون والرسل الأطهار. ويكفي أن يقول إنه يسوع المسيح ولد، عاش، علم، صنع معجزات، ومات وقام من الأموات وصعد إلى السماء من هذه الأراضي، الأراضي المقدسة. فشيء مزعج وطبعا منفر في نفس الوقت نشوف هذه البلاد الحلوة الجميلة اللي السماء نظرت إلى هذه البقعة من هذه الأرض، تكون أكثر بقعة في العالم مليئة في التحديات والمواجهات. وكأنه لا يكفينا الوباء الحالي الكورونا اللي موجود، كمان طبعا العنف والقتل اللي عم بيسود في كل البلاد. طبعا إحنا منصلي من أجل شعبنا وأهلينا في غزة، وطبعا كمان منصلي لأهلينا في داخل إسرائيل، لعرب إسرائيل، ولا سيما سمعت أنه في منطقة اللد في مركز البلاد طبعا في ناس ماتت. فإحنا منصلي أن الرب يوقف هذا العنف وسفك الدماء، ومنصلي أنه محبة المسيح وسلام المسيح يغمر بلادنا، وأنه مملكة السماء تسود على هذه الأرض التي في أمس الحاجة إلى شخص الرب يسوع المسيح. أحبائي، اليوم حديثنا عن موضوع كتير كتير مهم، وكتير من مشاهدينا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسيئوا فهم هذه العقيدة الأساسية في المسيحية. هي موضوع الوحدانية والثالوث، أو ببساطة الثالوث الأقدس، أو ما ندعو الحلقة: هل يؤمن المسيحيون بثلاثة آلهة أم بإله واحد؟ أنا بدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة، رح يكون في توضيح لهذه المعلومات، ورح نلقي الضوء على هذا الموضوع الهام. وبصلي من كل قلبي انه بغض النظر شو المعلومات، انه روح الله يفتح الذهن والعين والقلب، لانه هذا اعلان الهي وناخذه بالايمان. ساعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أحبائنا مشاهدينا، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة. فيكم تشوفونا على أونلاين وعلى الصفحة
على الفيسبوك، على اليوتيوب، كمان بث مباشر. السؤال: هل يؤمن المسيحيون بثلاثة آلهة أم إله واحد؟ يسرني أن أستضيف صديق عزيز على هذه الحلقة، وهو لأول مرة ضيف على هذا البرنامج، القسيس شادي صالح. هو خادم للإنجيل، راعي الكنيسة العربية في ساسكاتون في كندا. برحب فيك قسيس شادي، أهلا وسهلا فيك على برنامج ليكن نور. الرب يباركك قسيس نزار، وبشكرك جدا من أجل هاي الفرصة أن أكون موجود معك ومع جميع الإخوة والأخوات اللي بتابعونا في البث المباشر، وأيضا بسلم على جميع الإخوة والأخوات اللي بيشتغلوا من وراء الكاميرات في ترتيبات التقنية. رب يباركك. ربنا يباركك قسيس شادي. أنا عارفك أنه أنت إنسان منشغل جدا بالمواضيع الدفاعية اللي بتتعلق في الدفاع عن الإيمان المسيحي، لكن في البداية بس أعرف شوي عنك. أنت الأصل فلسطيني من بيت صحور في منطقة بيت لحم، مولود في الأردن وحاليا بتخدم الرب في كندا. ولو دقيقة في البداية أعطينا فكرة هيك ولو صغيرة عن خدمتك قسيس شادي. أكيد قسيس نزار، أنا موجود في كندا من أكثر من 9 سنوات. تخرجت من الأردن ببكالوريوس العلوم الحياتية، وبعديها رحت على قطر كنت بشتغل مع شركات الأدوية، والرب لمس قلبي وتغيرت حياتي في آخر سنة 2001. وفي قطر في الكنيسة العربية في قطر تعرفت على إخوة وأخوات رائعين، تعلمت منهم كلمة الرب، ومن بداية إيماني استثار حسيت الرب بيدعيني للخدمة. وهاجرت على كندا في بداية 2012، وأول ما جيت لهي المدينة ابتدينا درس كتاب مع إحدى العائلات العراقية هون، والموضوع كبر شوي شوي، والآن في كنيسة عربية، هي الكنيسة العربية الوحيدة في مدينة ساسكاتون، وكانت في أيضا في الولاية كلها، في ولاية ساسكاتون اللي هي بتيجي للي ما بعرف كندا في نصف تقريبا كندا، في نصف منطقة كندا. فابتدينا هاي الخدمة، وفي بداية السنة الماضية تفرغت تماما لخدمة الرب، والآن أنا برعى الكنيسة العربية في ساسكاتون، وأيضا قس مع الكنيسة إبنيزر باكتست تشيرش في ساسكاتون اللي هي الكنيسة الكندية. أهلا قسيس شادي، أنا تشرفت كمان بخدمة الرب في الكنيسة العربية. بحب الشعب هناك، مع أنه صراحة يمكن كثير من المشاهدين ما بيعرفوا هذا الشيء، المنطقة اللي ساكن فيها القسيس شادي باردة جدا جدا جدا، بتصل درجة الحرارة أحيانا 30 و40 تحت الصفر، لكن لما بتشوف الشعب العراقي بالكنيسة والشعب هناك بشكل عام قلوبهم دافئة جدا ومحبة جدا. قسيس شادي، اخترت هذا الموضوع لأنه كتير بيوصلنا أسئلة حول هذا الموضوع، وأنا وإنت متفقين طبعا، متفقين إنه ولا أي واحد مسيحي في كل العالم يؤمن بثلاث آلهة، ولا حتى هذا الموضوع موجود في العهد القديم ولا في العهد الجديد، ولكن لا أعلم لماذا يتهموننا أحبائنا المسلمين أننا نعبد ثلاث آلهة، وهذا مخالف للعقل، مخالف للمنطق، لأنه دائما نقول ما في مسيحي واحد في كل العالم يؤمن بثلاث آلهة. فالسؤال الأول اللي عاوز أوجهه لك قسيس، أنه كيف فينا نفهم التالوت في بحسب يعني الفكر الكتابي؟ قسيس نزار، بالنسبة للتالوت واللي هو أعتقد أهم تعليم مسيحي، أهم ما في المسيحية وما يميز المسيحية هو إيمانها بالتالوت. لا يوجد هناك يعني دين أو أي فلسفة عالمية أو بشرية تؤمن أو تقول بالتالوت، لكن فقط المسيحيين هم من ينادون بالتالوت. لكن لما نقول التالوت لازم نحط في بالنا أن المسيحيين من بدايتهم من 2000 سنة
لما بيقولوا كلمة ثالوث هم بيقولوا إنه الله واحد، وهي النقطة الأولى. بيقولوا إنه الآب هو الله، إنه الابن هو الله، وإن الروح القدس هو الله. فإحنا بنشوف بالكتاب المقدس إنه الله واحد، هذا واضح في كل الكتاب المقدس. الآية المشهورة في التثنية 6:4، تسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. والرب عاد هاي الآية أيضا في مرقس 12 لما كان بيتكلم مع الكاتب وقال له أول كل الوصايا اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. فهذا غير مختلفين عليه. لكن أيضا نجد في الكتاب المقدس إنه الآب هو الله، إنه الابن هو الله، أن الروح القدس هو الله. لكن نجدهم الثلاثة متساوين، مشتركين في نفس الجوهر الإلهي، لكن متميزين عن بعض البعض. فببساطة منقول إنه إحنا كمسيحيين نؤمن بإله واحد، لكن هذا الإله الواحد ليست وحدانيته وحدانية بسيطة، لأنه هاي الوحدانية البسيطة هي زي ما هنشوف ممكن خلال الحلقة هي ضد العقل وضد المنطق وضد الكتاب المقدس نفسه. وحدانية بسيطة لأنه هو شخص واحد أو كائن أو أقنوم واحد، لكن هو موجود في ثلاثة أقانيم، الآب والابن والروح القدس، متميزة عن بعض البعض لكن تشترك في الذات الإلهية الواحدة. فالابن ليس إله منفصل عن الآب وعن الروح القدس، لكن الابن متميز عن الآب ومتميز عن الروح القدس. فإحنا نؤمن بإله واحد موجود في ثلاثة أقانيم. طبعا يعني احنا لما بنتكلم عن كلمة الثالوث أو التثليث دائما التحدي إنه أين موجودة هذه الكلمة في الكتاب المقدس، فإذا فيك توضح لنا أكثر عن هذا الموضوع. أمين. طبعا هذا السؤال موجود، وللآن مش فقط بيسألونا إياه الأحباء اللي خارج المسيحية، لكن أيضا بعض البدع اللي ظهرت في المسيحية بيسألوا هذا السؤال، وين كلمة الثالوث في الكتاب المقدس؟ وأكيد كلمة الثالوث مش موجودة في الكتاب المقدس، لكن في كثير كلمات إحنا كمسيحيين نستخدمها ونؤمن فيها ونؤمن بمعناها حتى لو هي مش موجودة في الكتاب المقدس، زي كلمة الاستطاء، زي كلمة الملك الألفي، زي كلمة الكفارة البدلية. الكفارة موجودة لكن الكفارة البدلية غير، هاي الكلمات غير موجودة. أيضا استاذ نزار، كلمة الكتاب المقدس ليست في الكتاب المقدس، حتى بالإنجليزي كلمة البايبل مش موجودة في البايبل، كلمة وإحنا بنستخدمها ويعني متفقين عليها، لكن هذا لا يعني أنه لا نستخدم الكلمة لأنها مش موجودة. المهم ليس أنه الكلمة موجودة ولا لا، المهم هل التعليم اللي خاص بهاي الكلمة موجود ولا لا، وهذا اللي بيهمني بموضوع الثالوث. هل الكلمة الخاص بالثالوث موجود ومبني على أساس متين في الكتاب المقدس؟ 100% أكيد موجود. المهم ليس الكلمة موجودة ولا لا، لكن التعليم. حتى الأحباء المسلمين لما بيعرضوا هذا السؤال، يعني حتى كلمة التوحيد ليست موجودة في القرآن، ولا مزبوط. كلمة الوحدانية موجودة في القرآن ولا حتى في الكتاب المقدس، لكن أنه ما نستخدم الكلمة لأنه هي غير موجودة في الكتاب المقدس، أعتقد أنه هذا يعني اعتراض ضعيف شوي. ذكرت أنه في بعض الأفكار المغلوطة حتى في المسيحية عن موضوع التالوت، هل فيك قسيس شادي تعطينا فكرة إيش نوع هذه الأفكار المغلوطة؟ طبعا الأفكار المغلوطة هي بدع أو هرطقات، ألا توافق معي؟ أكيد أكيد. الهرطقة أو البدعة تش نزار بمعناها البسيط هو خروج عن الأصل. فأي خروج عن الأصل في الأساسيات المسيحية اللي هي الثالوث، وحي الكتاب المقدس، ألوهية المسيح، ناسوته الكامل، عمله الكفاري، التبرير بالإيمان، أي خروج عن هاي التعاليم الأساسية في المسيحية هو بدعة. والبدعة موجودة من يعني من رسائل رسول بولس نفسه، تكلم عن موضوع البدعة اللي موجودة اللي هي واحدة من أعمال الجسد. لكن ببساطة ممكن نقول إنه في أكثر من فكرة خاطئة موجودة في بال المسيحيين حتى عن المسيحيين البسطاء عن موضوع الثالوث. مثلا إنه الثالوث هو أجزاء، إنه الآب هو جزء من الله والابن جزء والروح القدس جزء، وكأنه الآب هو الثلث والابن الثلث والروح القدس الثلث. عشان هيك أنا مش كتير بحب كلمة التثليث، لأنه التثليث بمعناها العربي هو التقسيم إلى ثلاثة أجزاء. فلا يعني بلاش نستخدم كلمة التثليث، لكن الثالوث أفضل وأنسب. فواحدة منها أنه هو ليس أجزاء، الآب ليس ثلث الله والابن ثلث الله والروح القدس ثلث الله،
الأب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس هو الله، لكنهم مشتركين في ذات إلهية واحدة. احنا بنقول الذات الإلهية هي ذات واحد. واحدة طبعا زي ما قلت في بداية الحلقة يعني مفهوم خاطئ موجود عند الأحباء المسلمين انه ثالوث هو ثلاثة آلهة، وطبعا هذا 100% خطأ. احنا ما بنقول الآب هو منفصل عن الابن وكل واحد منهم إله منفصل، او حتى زي ما بقولوا شهود يهوى لما بقولوا انه الابن هو إله آخر غير الآب. لكن ايضا في بدعة جديدة ظهرت اللي اسمها بدعة يسوع واحد، وبتقول انه الله هو لعب ثلاث أدوار، لعب دور الآب، ثم لعب دور الابن، ثم لعب الآن يلعب دور الروح القدس، وهذا أيضا ضد الكتاب المقدس على خط مستقيم. فهم ليسوا ثلاثة أدوار أو ظهورات لله، ليسوا ثلاثة أجزاء، وأكيد ليسوا ثلاثة آلهة. قسيس شادي، طبعا أنا عاوز أسألك كتير لأنه هاي فكرة أو خليني أسميها بدعة يسوع وحده عم تتزايد كتير في هذه الأيام، ولا سيما على الصفحات. طبعا هاي البدعة مش شيء جديد، يعني احنا في بتاريخ الكنيسة واحد اسمه سابيلوس اللي هو اتكلم عن ثلاث ظهورات الله. الآب كان قبل تجسد المسيح، بعدين المسيح خلال التجسد، ولما صعد إلى السماء الروح القدس، يعني الآن هو الله. فطبعا الكنيسة رفضت هذا الموضوع رفضا باتا. وطبعا أكيد أنت مطلع على مجمع نيقية، الحرب بين القديس أثناسيوس وبين أريوس. أريوس نادى في بدعة أنه الله الآب هو خالق الابن والروح القدس، يعني هو إله مصغر عن الله الكبير. فبتشوف هاي الأفكار عم تأخذ أشكال متعددة وأسماء مختلفة في هذه الأيام. طبعا القرآن بيتكلم عن لاهوت أو عن تالوت، بيختلف، بيتكلم عن تالوت يعني الله ومريم والمولود يسوع. فطبعا حاشا لأي مسيحي أنه يؤمن أنه الله في تزاوج جسدي، وانه يكون انه عنده صاحب. هذا الفكر مرفوض اساسا، ولا اعلم من اين هذه الفكره. لربما التالوت المريم البدعه اللي كانت منتشره في الجزيره العربيه، لكنها مرفوضه من الكنيسه عبر كل العصور. تفضل قسيس شادي. نعم، بدعه يسوع وحده اللي هي تسمى بهذا الاسم او اطلقنا عليها هذا الاسم لانه هم بتميزوا بشغلتين. اول شغله بيقولوا زي ما قلت سيد نزار انه الله هو احادي، اب وابن وروح قدس، واسمه يسوع. فاسم الاب يسوع، واسم الابن يسوع، واسم الروح القدس يسوع، وهذا طبعا ضد الكتاب المقدس. الشغله الثانيه ايضا انه بيقولوا انه المعموديه ليست كما اوصى الرب في متى 28:19 اللي هي عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، لكن بيقولوا المعموديه هي باسم يسوع ويسوع فقط. فهم عشان هيك المسيحيين اطلقوا عليهم اسم يسوع وحده. لكن إذا بدنا ندور عليهم لازم نشوف اسم الطائفة تبعتهم في أمريكا وكندا، اسمها الوانينس بنتيكوستال أو الوانينس أبوستوليك بنتيكوستال، وسمتايمز سموهم اليونايتد وانينس بنتيكوستال أو يونايتد. فهي الأسامي تبعتهم اللي هم دم اسم الطائفة الوانينس، اللي هم بيقولوا إنه الله واحد أحادي، لا يوجد فيه أقانيم كما نؤمن كل المسيحيين كما تعلمنا من الكتاب المقدس. طبعا يعني حتى نكون واضحين للمشاهدين، يعني هن بيطلقوا على المعمودية باسم يسوع على أساس في سفر أعمال الرسل اعتمدوا على اسم يسوع المسيح. وأنا بتذكر في الأراضي المقدسة عند نهر الأردن أنا تقابلت مع ناس وطلبوا مني أعمدهم على اسم يسوع، قلت لهم لا، احنا منعمد باسم الاب والابن والروح القدس، يعني باسم بالمفرد. هون منشوف انه مش بصيغه الجمع، ولكن في الكنيسه الاولى في تعليم الاباء منشوف دائما انه حتى لو تعمد على اسم يسوع، لكن واحده من الاسئله خلال المعموديه الكاهن او القس بيسال هل تؤمن بالثالوث الاقدس، هل تؤمن بالاب والابن والروح القدس الاله الواحد. فطبعا هذا السؤال كان مهم جدا، ثم يعتمد على اسم يسوع لئلا يكون في مغالطات في هذا
الموضوع. نعم ولكن يعني هو انا اعتقد هم بيركزوا على هذه الناحيه، مش موضوع اكرام لاسم الرب يسوع المسيح، زي ما للاسف حتى بعض تلاميذهم يعني مغيبين بهي الفكره، مش اكرام لاسم، لكن لانهم ينكروا الاقانيم الثلاث. هم عندهم مشكله مع الايه اللي في متى 28:19 اللي هي عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، انه هم لا يريدوا الايمان بالثالوث، انه ثلاثه اقانيم موجوده منذ الازل. وهي النقطه المهمه في سيف نزار، احنا لما بنقول الاب والابن والروح القدس احنا بنقول انه الاب موجود منذ الازل، الابن موجود منذ الازل قبل تجسده، مش كما تقول بدعه يسوع انه ظهر في التجسد، قبل الازل موجود، وليس موجود كفكره، مش موجود كفكره او مخطط او خيال في ذهن الله تم في وقت معين، لكن زي ما بتقول الايه في غلاطي 4 ارسل الله ابنه مولودا من امراه، فالابن موجود والروح القدس موجود منذ الازل، وهذا بنشوفه في الكتاب المقدس كامل، انه الاب والابن والروح القدس موجودين في علاقه حيه، وعشان هيك احنا بنؤمن بالثالوث، لانه الايمان باله احادي لا يعني شيء، بالعكس يتناقض يعني مع نفس الفكره. الله اذا لما بنقول الله محبه كان يحب مين؟ اذا هو احتاج ان يخلق حتى يحب، فبالتالي كانت صفاته غير فاعله وصفاته ناقصه. لكن احنا بنعرف ان الله كائن يعني لا يحتاج اي خليقة، هو لوحده كائن قائم بذاته، لكن انه نقول ان الله واحد احادي، فكان يتكلم مع مين؟ اذا الله يتحدث فهو يتكلم ويسمع، كان يتكلم مع مين؟ فهي الامور لا يمكن فهمها الا من خلال الثالوث. عشان هيك لما نسمع الاخوة المسلمين يقولوا انه انتم ما بتامنوا باله واحد، لا احنا بنامن في اله واحد، لكن احاديته هاي او وحدانيه، خلينا اقول بال يعني تعبير الادق، وحدانيه الله لا تعني انه هو وحيد واحادي، لكن هو في الاقانيم مش وحدانيه مجرده بسيطه، لكنها وحدانيه جامعه ومانعه في نفس الوقت، لانه بنتكلم عن الأقانيم الثلاثة. وأنا عاوز أسألك عن يعني سؤالين، رح نأخذ فاصل. إحنا دائما نستخدم كلمة أقنوم أو أقانيم، وبعدين أنت حضرتك تكلمت عن تميز هذه الأقانيم، إذا ممكن تعطينا فكرة عن فكرة التميز في العهد القديم وفي العهد الجديد. سأعود لإلك بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أحبائنا مشاهدينا، نحن نواصل في هذا الموضوع الهام، الثالوث الأقدس. هل يؤمن المسيحيون بثلاثة آلهة أم نؤمن بإله واحد؟ ومعنا ضيف الحلقة خادم الرب القس شادي صالح، راعي الكنيسة العربية بسسكتون. أهلا وسهلا قسيس شادي. خليني أكرر السؤال مرة تانية، إحنا دايما بنتكلم عن كلمة أقنوم أو أقانيم، هل فيك تشرح هذا العبارة أو التعبير؟ نعم، كلمة أقنوم هي كلمة سريانية،
في الاصل، ممكن اذا الاخوه والاخوات اللي بيتكلموا اللغه الاشوريه او التلزانيه ما زالوا بيستخدموا كلمه نوما اللي هي تعني شخص او نفس او ذات، فاستخدموها المسيحيين الاوائل في التعبير عن الاقانيم الثلاثه، عن الاب والابن والروح القدس. وبالتالي استمرت احنا في اللغه العربيه ما زلنا نستخدم نفس الكلمه. هي موجوده في الترجمات السريانيه للعهد الجديد، بتلاقيها موجوده في اكثر من موضع. مثلا في عبرانيين واحد لما بقول انه الله في البدء يعني كلم الله الاباء بالانبياء بانواع وطرق كثيره، كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمات قدرته. كلمه رسم جوهره تاتي في بعض المخطوطات صوره اقنومه. اذا عندك كتاب مشوهد ممكن تتاكد من كلامي، بتلاقي عليها علامه، انت على اخر الصفحه تحت بتلاقي رسم جوهره هي مشابهه او ممكن تاتي في بعض المخطوطات في صوره اقنومه. ونفس الايه لما بتكمل يعني بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، الترجمات السريانيه تاتي بعدما صنع باقنومه تطهيرا لخطايانا. فكلمه اقنوم مش غريبه عن الكتاب المقدس، موجوده لكن لانها كلمه سريانيه موجوده اكثر في الترجمات السريانيه للكتاب المقدس وفي بعض المخطوطات. لكن ما يهمني في كلمه اقنوم انه انا اقول انه الاب متميز عن الابن، متميز عن الروح القدس. وهون السيس نزار لازم نقول انه احنا في لغتنا بشكل عام ما عندنا كلمه تصف الاب والابن انهم متميزين لكن مشتركين في نفس الجوهر. ما في كلمه غير ممكن ظلنا نستخدم كلمه اقنوم، لكن ما في كلمه في اللغات ممكن نستخدمها. وهذا يعني بدل على شيء، بدل انه الله اكبر من عقولنا. الله ليس ضد عقلنا، طبيعه الله ليست ضد العقل لكنها اكبر من عقولنا. لو انا اريد فقط اله، انا اعرف كل تفاصيله واعرف كل اموره من خلال عقلي، معناته انا صرت اكبر منه، انا بتركيبي معقده اكثر منه. فهذا ليس هو الاله الحقيقي، لكن الاله الذي اعلن عن نفسه في الكتاب المقدس بيقول عن نفسه انه هو اب وهو ابن وهو روح قدس، كل واحد منهم هو الله، كل واحد منهم متساوي مشترك في نفس الجوهر الالهي لكن متميز عن الباقين. فهذا ببساطه معنى ايوه. طبعا يمكن في ناس بتلخبط بكلمه اب وابن، دائما بينسبوها الى التوالد الجسدي، وحاشا لا يوجد مسيحي في كل العالم يؤمن بهذا الشيء. فاحنا مجرد بنتكلم باصطلاحات، وانا حبيت في البدايه لما ذكرت فكره الثالوث، يعني هي مش موجوده لكن نستخدمها لتوضيح تعبير او فكره معينه. لكن ببساطه الله له وجود ذاتي، والله ناطق بالكلمة لأنه يسوع المسيح كلمة الله وحي بروحه. فإذا الثلاثة شخص واحد. وأنا هون حاطط يعني كاتب شغلة عن أقنوم، أنه كلمة سريانية تعطي معنى التميز مع عدم الانفصال، وأيضا تعني الاتحاد مع عدم الامتزاج على الإطلاق. فإذا هاي كلمة أقنوم، فإحنا ما في كلمة عربية تساوي هذه الكلمة. فالكلمة معناها يعني بكل بساطة الأقنوم أي شخص متميز عما عداه، لكن مثل ما وضحت التميز مع عدم الانفصال، وتعني الاتحاد مع عدم الامتزاج. وهذا هو الأقنوم، يمكن بوضح شوي للي عنده اهتمام بالفكر اللاهوتي. امين. وبدي اضيف استاذ نزار انه احنا في الكتاب المقدس بنشوف الثلاثه اقانيم في كثير اماكن، وخاصه في العهد الجديد. يعني يمكن في العهد القديم ما بنشوف الثلاثه في نفس المقطع او في نفس الايه، مثلا في بعض الايات زي اشعياء 48:16 لما بقول الله هنا يتكلم، بقول لما اتكلم من البدء في الخفاء، بعدين بقول منذ وجوده انا هناك. فهون الرب اللي كان بيتكلم في الايه 12 بقول أنا هو أنا الأول والآخر، بقول أنا موجود مع أحد آخر منذ وجوده أنا هناك. والآن في وقت معين السيد الرب أرسلني وروحه. فمنشوف هنا ثلاثة أقانيم موجودة. منشوف في آيات ثانية ممكن ما تكون فيها كل ثلاثة أقانيم لكن على الأقل أقنومين، زي مثلا في تكوين 19 لما بقول أنه أمطر الرب
على سدوم وعمورة كبريتا من عند الرب من السماء. فالآية هون يعني لما تفكر فيها ما إلها أي معنى، بالعكس إذا كان الله واحد وحادي، لكن هون الآية بتقول أمطر الرب من عند الرب من السماء. طب هو في ربين؟ لا، هناك رب واحد، هناك رب واحد. هل في إلهين؟ لا، إله واحد، لكن الابن هو الرب، الآب هو الرب، الروح القدس هو الرب، ليس ثلاثة أرباب لكن رب واحد. أيضا في الأنبياء الصغار، أول أخبار الأنبياء الصغار هوشع لما بقول أدعو اسمها لورحامة في العدد الإصحاح الأول عدد 6، لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضا بل أنزعهم نزعا، وأما بيت يهوذا أرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم. يعني الله بيقول أنا سأخلصهم بالرب إلههم. ففي كثير شواهد في العهد القديم بتبين أنه الله مش واحد وحادي. ظهورات ملاك الرب، لما ملاك الرب في تكوين 16 بتكلم مع راحيل، مع هاجر آسف، من هو ملاك الرب؟ لما تكلم مع إبراهيم، لما تكلم مع موسى في خروج 3، كل هاي لما تكلم في قضاء الإصحاح السادس حديث رائع ببين أنه ملاك الرب أيضا هو الله. وكلمة ملاك طبعا زي ما بنعرف هي معناها رسول، لكن منشوف الثالوث بشكل أوضح استشهار في العهد الجديد بلا شك. نعم. في نور العهد الجديد احنا الآن الله أعلن عن نفسه مش في الأنبياء، مش بأنواع وطرق كثيرة، لكن كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فمنشوف مثلا في مشهد الحبل مع القديسة المطوبة مريم، أنه لما بقول الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، ولذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فهنا قوة العلي، الروح القدس، والقدوس المولود اللي هو ابن الله، أي ثالوث. لما نشوف مشهد المعمودية، ذكرت المعمودية ما إلها أي تفسير، الابن موجود في الماء مع يوحنا المعمدان، جاء صوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. بعدين الرب مكتوب أنه شاف الروح القدس نازل عليه مثل حمامة. فهم ليسوا نفس الشخص، هم ثلاثة أقانيم موجودة بشكل واضح في المعمودية. الرب يسوع نفسه كمان تيس نزار مثلا في يوحنا 14-16 بقول أنا أطلب من الآب، أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. هل هو نفس الشخص؟ لا، يعني يطلب من نفسه؟ لا، مكتوب يطلب من الآب بعدين يبعث لكم معزي آخر. وهون أيضا منشوف كلمة أو منشوف الثلاثة أقانيم. وحلوة كلمة آخر هون استثنزار، لأنه في اليوناني كلمة آخر هون ألوس، وهنا معناها آخر من نفس النوع. مثلا في غلاطية 1 استخدم الرسول بولس كلمتين آخر مرات تسبب تشويش عند البعض، لما بقول أنه أنتم تنتقلون عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. ليس هو آخر، هو آخر ولا مش آخر؟ أهو إنجيل آخر، هون كلمة آخر هيتيروس اللي هي معروفة، هيتيرو يعني مختلف. فهون بقول أنتم دعيتوا إلى إنجيل مختلف تماما غير الإنجيل اللي احنا بشرناكم فيه. بعدين بقول ليس هو آخر، يعني ليس هو مختلف من نفس النوع، لا، لكن إنجيل مختلف تماما. الرب يسوع لما قالهم أنا الآب حيبعث لكم معزي آخر استخدم كلمة ألوس واللي هي معزي لكن من نفس النوع. في كثير آيات تتكلم عن الثالوث، متى 28-19 إنه عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. أيضا في بداية أعمال الرسل لما يقولهم إنه انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، فهون بيتكلم أيضا عن الثالوث. المسيح بيتكلم عن الآب وأنه سيرسل الروح القدس. فالثلاثة أقانيم موجودة وبلا شك موجودة في العهد الجديد بشكل واضح جدا جدا. وطبعا في كمان البركة الرسولية، نعمة ربنا يسوع ومحبة الآب وشركة الروح. يعني في إشارات كتير، يعني أنت لما بتقرأ في صفحات العهد الجديد بتشوف مثلا مرات بيذكر الآب، مرات الابن، مرات الروح، ولكن بتشوف نفس الأعمال، نفس الصفات، نفس الجوهر. مثلا في أفسس 1 احنا عرضنا الآية انه الله باركنا، الآب باركنا بكل بركة روحية في السماويات واختارنا
في المسيح، بتشوف على طول في آية 7 في أفسس الذي فيه لنا الفداء، يعني الابن الرب يسوع هو اللي أنجز عمل الفداء. وبعدين بتشوف الروح القدس في آية 14 الختم الروح القدس، يعني السيل خلاص الملكية إنه إحنا فعلا عربون إنه صرنا أولاد الله. فبتشوف هون التالوت هو مشترك في خلاص الإنسان. ولكن برضو الكتاب المقدس قسيس شادي بيتكلم عن يسوع المسيح، عن الابن، وعن موضوع الخلق حتى في العهد القديم. إذا ممكن يعني توضح لنا هذا الفكر أكثر. أمين. طبعا هاي واحدة من الأساسيات اللي احنا نؤمن فيها بالثالوث، إنه الابن أزلي، الابن لم يكن فكرة أو تصميم في ذهن الله كما تنادي بعض البدع. فمثلا الآية المشهورة استاذ نزار، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله والكلمة كان الله. فمنشوف هاي الآية بتبين أزلية الرب يسوع المسيح، بتقول في البدء كان الكلمة. بتشوف منشوف فيه تميز الرب يسوع المسيح، تميز أفنوم الابن عن باقي الأقانيم، لما بيقول الكلمة كان عند الله. ودائما كلمة عند في الكتاب المقدس أغلب الأحيان تأتي بشكل أنه شخص موجود عند شخص، أو اثنين في شركة حية، هاي كلمة عند. فما بقول أنه الكلمة كان عند الله معناه الكلمة كان في فكر الله، لا، الكلمة كان عند الله. لما بقول مثلا ناظرين وجه الرب، مجد الرب وجه مكشوف، نتغير إلى تلك الصورة عنب وجه مكشوف. هون كلمة الوجه جاءت من اشتقاق من كلمة عند في اليوناني، فهو في شركة دائمة. بعدين بقول الكلمة هو الله، فهذا الابن الموجود منذ البداية، من حتى من قبل البداية، الآية بتقول في البدء كان الكلمة، يعني لما ابتدى كل شيء الكلمة كان موجود، فهون الأزلية موجود. لكن بكمل الرسول يوحنا في يعني أجزاء مهمة جدا لازم على كل مسيحي يعرفها، ويقول هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. هون سؤال لأي واحد يؤمن بوجود الله، من هو الذي كل شيء به كان؟ لو أعطيت هاي المقطع لأي واحد يؤمن بوجود إله خلق هذا العالم، هيقول لك والله كل شيء به كان. والرسول يوحنا يقدم النفي النفي أيضا، وبيقول وبغيره لم يكن شيء. لكن مش بقول حتى لم يكن شيء استثنزار، إذا بتعرف قول لم يكن شيء مما كان، فكأنه حتى النفي بشدد عليه على الأخير، حتى ما حد يفكر أنه أقنوم الإبن تكون. أقنوم الإبن لم يتكون، أقنوم الإبن هو الذي كون كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان. الكلام في هذا المقطع كثير يعني كبير، حتى كلمة كان هون استثنزار من جمال الكتاب المقدس، كلمة مميزة جدا هون. كلمة كان منشوفها كثير في الإصحاح الأول، لكنها في اليوناني مختلفة. مثلا الآية الأولى والثانية لما بقول في البدء كان الكلمة، كلمة كان هون مختلفة عن الآية 6 لما بقول كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. كلمة كان إنسان مرسل من الله هون بتكلم عن حدث ابتدأ في وقت معين، لكن في البدء كان الكلمة هون الكلمة كان هي الامبيرفكت سنس اوف ذا بيينغ، هو يعني الفعل غير التام، ما له ترجمة حرفية بلغتنا العربية وحتى في اللغة الإنجليزية ما في له، لكن هذا موجود في اللغة اليونانية، إنه هو موجود من بداية الكلام وقبله. عشان هيك بقول في البدء كان الكلمة، يعني في بداية ما أي بداية أنت تتخيلها الكلمة كان موجود قبل هاي البداية. فهذا الذي كان يريد الرسول يوحنا إنه يوصل لنا إياه، إنه كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. حتى هون الكلمة كل شيء به كان، كل شيء تكون في وقت معين، اللي هي كلمة كان زي الموجودة في آية 6 كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هاي هذا المقطع مقطع عميق جدا في كل كلمة وكل حرف اليوناني في اللغة الأصلية كما كتب، محتاج إنه نتأمل فيه. لكن أيضا في كولوسي 1 لما بقول إنه هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة. طبعا كلمة بكر هون ممكن يستخدموها شهود يهوى إنه هو هي بداية الخليقة، لا، كلمة بكر في الكتاب المقدس لا تعني بالضرورة الأول في الزمن، لكن تعني الأول في المكانة، وهذا واضح في العهد القديم. لكن لما بقول رئيس الخليقة الجديدة،
نعم امين. وبعدين بقول في عدد 16 من كولوسي واحد فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الارض وما لا يرى. فيه هون بتكلم عن مين؟ مش الاب، بتكلم عن الابن. فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الارض. عشان هيك الاحباء المسلمين اللي بيقولوا لنا احنا جعلنا المسيح اله، احنا لم نجعل المسيح اله. الله اختار ان يتجسد، صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده في المسيح يسوع. لكن المسيح هو الابن الموجود من الازل الذي شارك في الخلق. ايضا في عبرانيين واحد قراتها انه الذي به ايضا عمل العالمين. كثير مقاطع استاذ نزار تتكلم انه شارك في الخلق، وهي على الاقل الثلاث اهم مقاطع اللي هي يوحنا واحد، كولوسي واحد، وعبرانيين واحد. طبعا في اشارات وفيه يقوم الكل، وفي سفر الرؤيا طبعا بيتكلم عن نفس الموضوع، الكل قائم يعني متماسك في يسوع. شيل يسوع كل شيء بيسقط وبينهار وبينتهي. قسيس شادي، طبعا احنا تكلمنا عن الخلق يعني، لكن دائما السؤال هل في اشارات في العهد الجديد انه يسوع المسيح هو الله؟ طبعا اشارات كثيره، اشارات كثيره ممكن يعني نستدل عليها انه الرب يسوع المسيح هو الله. طبعا انت ذكرت يوحنا واحد واحد. طبعا في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، وكان الكلمه الله. الله. هون الكلمه يتكلم انه الكلمه هو الله. نعم. بطبيعته هي طبيعه الله نفسه. الكلمه هو الله، الرب يسوع المسيح. احنا من يعني في الكتاب المقدس يدعى الرب، وكلمه الرب لا ينطق بها احد او لا يلقب بها احد غير الله. مثلا في تثنيه 6:4 بنشوف الايه المشهوره، اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. فكلمه الرب لا يدعى بها احد غير الرب يسوع المسيح. لكن ايضا جاءت بعض يعني كلمه الله جاءت في بعض الاحيان عن الرب يسوع المسيح. مثلا في بطرس الثاني الصح الاول الايه الاولى لما بقول الى الذين نالوا معنا ايمانا مساويا لنا ببر الهنا والمخلص يسوع المسيح. هنا القديس بطرس واحد من الحواريين الاساسيين من التلاميذ، هنا بيقول انه يسوع المسيح الله والمخلص. شهود يهوى ممكن يعترضوا على هاي الآية ويقولوا أنه هون شخصين، بيقولوا الله إلهنا لحال والمخلص لحال. لكن لما بتكمل في نفس الإصحاح الآية 11 بيقول لأنه هكذا يقدم لكم بشعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. قال هون أيضا شخصين، فهون بيقول يسوع هو الرب والمخلص، وفي البداية قال يسوع هو الله المخلص. في عبرانيين واحد ايضا سيد نزار في ايه مشهوره في الايه 8 عبرانيين 1:8 بيقول اما عن الابن، بعدين بيقتبس من العهد القديم، اما عن الابن كرسيك يا الله الى ظهر الدهور تضيب استقامه تضيب ملكك. هنا الابن دعي بشكل صريح الله، اما عن الابن بقول كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. لكن الأعجب أنه من الذي يقول هاي الكلمة؟ لما نتبع السياق من البداية بنلاقي أنه الله هو الذي يتكلم. عشان في بداية كاتب رسالة العبرانيين بقول لمن من الملائكة قال أنت ابني أنا اليوم ولدتك، فهو بيتكلم عن الله. فهون بقول أما عن الابن، الله بيتكلم عن الابن، بقول كرسيك يا الله في الدهور تضيب استقامة تضيب ملكك. فلا نستطيع فهم هاي الآيات بدون الإيمان أولا بالثالوث، وبدون الإيمان طبعا بألوهية الرب يسوع المسيح. طبعا ألوهية الرب يسوع المسيح مالي الكتاب استنزار في العهدين، في العهد القديم والعهد الجديد 100%. لكن السؤال دائما قسيس شادي، وأكيد أنت كخادم للرب أكيد تسأل هذا السؤال، كثير ناس بيسألوا عن الروح القدس، هل هو الله؟ لأنه في ذكر أكثر للآب وذكر للابن، بس مش كثير ذكر للروح القدس.
طبعا الروح القدس هو الله، هذا بنشوفه من بدايه سفر التكوين لما بنقول انه روح الله كان يرث على وجه المياه، فبنشوف روح الله مذكور في بدايه سفر التكوين، بنشوف انه روح الله خلقني في العهد القديم، بنشوف انه الروح ايضا في اعمال الرسل اللي هو يسمى سفر الاعمال الروح، لما نسميه اعمال الرسل لكن هو حتى نكون دقيقين هو سفر اعمال الروح القدس، يتكلم بسلطان. مثلا اعمال الرسل 13:2 لما بقول قبل الارساليه الاولى لبولس وبرنابا من انطاكيا، قبل اول رحله تبشيريه، بقول قال الروح القدس، شوف قال الروح القدس، فالذي يتكلم هون اقنوم قائم بذاته الروح القدس، افرزوا لي، بعدين بحدد مش فقط افرزوا لكن بقول افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه، فانا دعيتهم للعمل فافرزوهم انتم يا كنيسه للعمل الذي دعيتهم اليه. ايضا في اعمال الرسل 10:19 في قصه بطرس وكرنيليوس بقول مكتوب لما كان بطرس متفكر في الرؤيا اللي شافها في العدد 19 من اعمال 10 قال له الروح هو ذا ثلاثة رجال يطلبونه لكن قم وانزل، شوف له سلطان بيعطي أمر، واذهب معهم غير مرتاب في شيء لأني أنا قد أرسلتهم. كثير آيات، في الآية المشهورة في كورنثوس الأولى 3:16 اللي بتمنى كل مسيحي يحفظها لما بقول أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، ولما بنطلع الآية بتدقيق بقول أنتم هيكل الله، فإذا لما بقول هيكل الله إذا مين اللي ساكن فيه؟ الله. بس هو ما بقول الله ساكن يسكن فيكم، لكن الله روح الله يسكن، حتى مش ساكن، يسكن فيكم يعني بشكل مستمر. أيضا في كورنثوس نفس الرسالة كورنثوس الثانية 9:9-11 تقول أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله، يعني الروح القدس هو الوحيد اللي قادر أنه يعرف أعماق الله، لا أحد يستطيع أن يعرف أعماق الله إلا الله نفسه، وإلا كائن أعظم منه. فهون بقول الروح يبحث حتى أعماق الله، أمور الله لا يقبلها إلا روح الله. طبعا في إشارات كثيرة أنه هو كلي الوجود، مثلا ما بقول داود من وجهك أين أهرب أين أختفي من روحك، هاي الآيات لما بقول أنه هو أزلي في عبرانيين لما بتتكلم أنه المسيح قدم نفسه بروح أزلي لله بلا عيب، فكثير إشارات بتبين أن الروح القدس له نفس الصفات الإلهية ويشارك في الخلق ويشارك في الخلاص ويشارك الآن في تجديد الخليقة. لما نقول أرسل الله ابنه إلى يعني مولودا من امرأة لننال التبني، بيكمل الرسول بولس بيقول بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه قلوبكم صارخا يا أبا الآب، فهو يشارك في خلاص الإنسان ويشارك في تجديد الخليقة أيضا. قسيس شادي بعد إذنك نأخذ مكالمة أو اثنين، خليني أخذ المكالمة الأولى من الأخ زكريا من المغرب. أهلا وسهلا أخ زكريا، أنت معانا على الهواء. سلام ونعمة قسيس نزار شاهين. أهلا وسهلا أخ زكريا، سلام الرب معك. سلام ونعمة للقسيس شادي صالح ولكل المشاهدين الكرام والأخ مخلص كذلك وكل الطاقم التقني للبرنامج، يكون نفق أنا النور وزال دلام إسناب. شكرا يا حبيبي. زال دلام الشيطان عن البشرية جميعا وعن المغرب، ولأن الله قال ليكن نور فكان النور، ونتمنى أن يعم النور في جميع أرجاء العالم وفي شمال إفريقيا ويلمس نور الرب يسوع المسيح في قلوب الناس والمشاهدين عبر الأرض كلها. أما بخصوص موضوع الحق فهو موضوع شائك حول أقانيم ثلاثة، أي الله والابن والروح القدس، فهم أقانيم متلاصقين وليس متماسكين، ليس كمثلا كفكرة مثلا عصير البرتقال مع عصير الليمون والحليب، فهم غير ممتازين بل متميزين متميزين ومتلازمين. يعني مثلا كالكتاب المقدس، مثلا هو الكتاب المقدس نعتبره مثلا هو كلام الله
يتضمن الكلمات كلمات الله وتعالي من الرب يسوع المسيح. وكذلك مثال الشمس، فالشمس تتمثل في الشمس والحرارة والنور، فالشمس هي مثابة يعني كتشبيه بأن الله وأما الأشعة التي أو النور فهو نور الرب يسوع المسيح، أما الحرارة أو الطاقة التي تنبعث عن الشمس فهي الروح القدس، فهي التي تمنح الأرض حرارة وللنباتات وللإنسان. فبدون الحرارة والطاقة التي منحنا الله من خلال الشمس ستنعدم الحياة وستظل الأرض في الظلام وظلام دائم. وكذلك هناك أخ زكريا، أخ زكريا ممكن أسألك يا أخ زكريا، أنت كشخص من خلفية إسلامية كيف فهمت فكرة الثالوث كشخص من خلفية مسلمة؟ أيوة نحن في المدارس كانوا يضحكون علينا، كانوا يقولون أن يسوع المسيح كانوا يسمونه بعيسى، وكانوا يقولون بأنه نبي، وأن الكتاب المقدس كان محرف. واللب لما اطلعنا واكتشفنا الأمر عبر قناتكم قناة حية وبرنامج ليكونوا، فزال الظلام، يعني ظلام تلك الخرافات التي يدرسون لنا في المدارس، فهم يكذبون علينا في تلك المادة، مادة تربية إسلامية، وهي مادة غير مادة أكاديمية، يجب إزالة واحد فوق، يجب عليكم رفع تقرير إلى محكمة لاهاي لإلغاء تلك المادة التي تخرب العقول وتفرخ إرهابيين في المدارس، فكل التلاميذ فيعتبر إرهابي إذا استمر في دراسة تلك المادة، مادة التربية الإسلامية، ويجب معاقبة محاسبة وزارة التعليم المغربية وكل وزارات في شمال إفريقيا والعالم العربي، يجب إلغاء تلك المادة، فهي مادة ملقومة، مادة إرهابية تدرس خرافات كخرافة حصال الأوراق وتعاليم الشيطان. فالقرآن يقول بسم الله حتى يضل الناس، لأن الشيطان يتخذ من تلك الكلمة بسم الله حتى يضل الناس، بأنه الله هو المتكلم في القرآن، القرآن هو كتاب الشيطان، ويجب إلغاءه ويجب رفع دعوة قضائية حكمة الله ضد القرآن وضد مادة التربية الإسلامية التي تدرس في المدارس، فهي منظومة لا ليست أكاديمية بل منظومة إرهابية، يجب إلغاءها ورفع تقرير عام كل الكتب والنسخ والترجمات إلى محكمة لاهاي، وترسلون مثلا الأخ جعفر والأخ زكريا. أخ زكريا وصلت فكرتك يا أخ زكريا. دقيقة بس، تفضل بسرعة أخ زكريا. أيوة، علاقة الأب والابن والروح القدس هي واحدة، الزوار في علاقة الأب والابن والروح القدس، والإرسال في علاقة الأب والابن والروح القدس، الاتصال في العلاقة بينهم، التخاطف في علاقة بين الثالوث، ووحدانية الثالوث في علاقة الأب والابن والروح القدس، وحدة في الزوار، الزوار إلهي واحد لا أكثر، كل أقانيم أقانيم واحد الوجود، فيقول أم الصليب حكيم واضح أن الأقانيم ثلاثة كل منها واحد الوجود في ذات الله، لأن وجود منها يكمل الوجودين الآخرين يسمي القوام قوامه بهما. والذي دقيقة أخرى كتبت كل شيء، وهناك يعني أغفلتم الأمر عن مثل الكرم والكرامي الأسرى في الكتاب المقدس في إنجيل مرقس المقدس الأصحاح 12 من آية 1 إلى آية 12، وابتدأ يقول لهم بأمثال إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر حوضا مع سرق وبنى برا وسلمه إلى الكرامين، وسيبتهم أرسل الكرامين في الوقت عبدا ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم، فأخذوا وجلدوا وأرسلوا فارغا، ثم أرسل إليهم عبدا آخر فرجموه وسجوه وأرسله مهانا، ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه، ثم آخرين كثيرين فجلدوا منهم بعدا وقتلوه، فكان له أيضا ابنا واحد حبيب إليه أرسله أيضا إليهم،
الأخيرة قائلا إنهم يهابونه، ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم هذا هو الوالي، قالوا من نقتله يكون لنا، فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ أي نعم. الله. أخ زكريا، وصلت الفكرة حبيبي، وصلت الفكرة. أنا بشكرك كتير كتير، وخليني بس لأنه في بعد دقيقتين عاوز أعطي الفرصة للقسيس شادي. قسيس شادي، أنت تكلمت عن فكرة الوحدانية والثالوث، إذا بتحب أنك تجمع الموضوع بشكل مختصر في دقيقة أو دقيقة ونص، إيه الرسالة اللي ممكن توصلها؟ أمين. أنا برضو برسل تحية للأخ زكريا، ما سمعت صوته، ما سمعت تعليقه أو سؤاله، لكن نعمة الرب أشوف الفيديو بعدين واسمع. لكن ببساطة سيد نزار، اليوم حاولنا نقول أنه الكتاب المقدس يعلم أنه وحدانية الله ليست وحدانية بسيطة مجردة، لكنها وحدانية مركبة، وحدانية غير بسيطة، وحدانية فيها ثلاثة أقانيم. فإحنا كمسيحيين نؤمن بالثالوث، يعني نؤمن بخمس نقاط بسيطة. نؤمن أولاً أنه الله واحد، نؤمن أنه الآب هو الله، النقطة الثالثة نؤمن أنه الإبن هو الله، النقطة الرابعة نؤمن أن الروح القدس هو الله، والنقطة الخامسة نؤمن أنه ثلاثة الأقانيم الآب والإبن والروح القدس ليسوا ثلاثة آلهة، لكنهم أقانيم متميزة تشترك وتتساوى في الجوهر الإلهي. فنحن نؤمن بذات إلهية واحدة في ثلاثة أقانيم، وهذا هو إيماننا كمسيحيين اللي منشوفه في الكتاب المقدس بشكل واضح، وأيضا اللي يقبل التحليلات المنطقية إلنا لطبيعة الله، إنه هو كيف كان يتصرف، كيف، ما هي صفاته، هل صفاته أزلية أم صفاته كانت صفاته صفات ناقصة حتى استدعى إنه يخلق حتى يكمل صفاته، هل كان يتكلم ويسمع، هل الله محبة، وهذا موضوع كثير مهم جدا جدا، هل الله محبة، إذا كان محبة هل احتاج إلى خليقة ليحبها، ويحتاج إنه يخلق إنسان أو ملاك حتى يحبه، أو هو كان مكتفي بذاته؟ نؤمن أن الله مكتفي بذاته بدون أي خليقة، فلو شال الله شال كل الخليقة وله كل السلطان في ذلك، هل ينقص منه شيء؟ أبدا، لكن هو خلقنا بسبب محبته. وهذا التفسير الوحيد اللي أنا بشوفه الآن بعد حوالي 21 سنة في الإيمان المسيحي وقراءة لكثير من الفلسفات والديانات الموجودة، ما في أي تفسير ليش الله خلق هذا العالم إلا بسبب المحبة. أكيد قسيس شادي، الوقت أزف، وأنا بشكرك من كل قلبي، ولنا لقاءات أخرى في المستقبل قسيس شادي. شكرا جزيلا والرب يباركك. أحبائي، خلينا أحط بكلمة واحدة كل هذا الموضوع من أجلك ومن أجلي. يعني إذا إحنا كبشر صعب نستوعب كيف كيان الإنسان من جسد ونفس وروح، فكيف نستطيع أن نفهم الله إلا عن طريق روح الله وإعلان الله؟ فبصلي من كل قلبي إنه هذا الإعلان تناله وتؤمن بالرب يسوع المسيح. ربنا يباركك، إلى اللقاء.